هذا جزء مما قاله الرئيس الفرنسي دكتور محمد بكلام صريح، موجها كلامه إلى حزب الله بهذه الطريقة. البعض اعتبر أنه هذا الكلام دليل واضح على أن المطلوب هو رأس المقاومة في لبنان. يعني هو السؤال أنه حقيقة من الذي يعني يهاجم رأس المقاومة؟ المقاومة ما يسمى بالمقاومة، لأنه صراحة نحن بعد الذي شهدناه في الساحات العربية وغير العربية، هناك أيضا نريد أن نعيد يعني سؤال طرح السؤال، هل هي كانت فعلا مقاومة أم هي كانت يعني ورقة إيرانية لإعطاء إيران دور أكبر في الشرق الأوسط ولضمان وجود أو تواجد إيران على طاولة المفاوضات في الصراع العربي الإسرائيلي، وهذا ما جعل إيران تدخل بقوة إلى المنطقة. لماذا؟ لأنه اكتشفنا أنه في بعض الحالات أو في بعض الساحات حزب الله قام بممارسات أبعد ما تكون عن المقاومة، يعني هو مقاومة، جوهر المقاومة يقوم على انتصار للمظلوم واستعادة الحق ضد الظالم الذي اغتصب هذا الحق. ولكن رأينا أن حزب الله يقوم بدور إسرائيل في سوريا عندما وقف مع نظام أسد ضد المواطن اللبناني. ولكن إذا تتبعنا، إذا أردنا أن ندرس النمط الذي من خلاله يتحرك حزب الله، نرى أن هذا النمط هو متناسق ليس متناقض. يعني البعض يقول كيف هو مقاوم في جنوب لبنان ولكنه يعني يقاتل مع النظام الظالم ضد المظلومين في سوريا، هو لم يتناقض مع نفسه. هنا نستطيع أن نفهم السياق والنمط الكامل لتحرك حزب الله ونسأل هل هو كان فعلا مقاوم. الجواب أن حزب الله يتحرك في كل هذه الساحات من منطلق مصلحة المشروع الاستراتيجي الإيراني في المنطقة، وبالتالي هو غير متناقض مع نفسه. ولكن هذا كما قلت لك يعيد طرح السؤال، هل فعلا كان مقاومة أم كان ورقة مفاوضات إيرانية ومفاوضات بالنار وبالدم؟ بعد هذا الكلام لماكرون، هل هو تحميل مباشر لحزب الله مسؤولية فشل تشكيل حكومة؟ وما هي الخيارات المطروحة حاليا؟ أول شيء كلام ماكرون كان هو تعرية لكل الطبقة السياسية التي لا تحتاج أصلا إلى تعرية، هي تعرية أمام الشعب اللبناني، ولكن الآن هناك وقاحة في تعاطي هذه السلطة السياسية في لبنان. وهناك المبادرة الفرنسية أستاذ علاء، يعني من إيجابياتها أنها كشفت أن في بعض الأحيان وجزء كبير من العرقلة ليست خارجية وإنما داخلية. لأنه ليش؟ مع اقتناعي بأن المبادرة الفرنسية لم تكن قادرة على حل المسألة، لأن كما قلت لك المسألة اللبنانية متعلقة بالصراع الإيراني الأمريكي، ولكن أعطيت حظ. وكانت متهمة حقيقة بأنها تريد إعادة تعويم الطبقة السياسية. نعم، ولكن أعطيت ضوء أخضر أمريكي، بمعنى أنه جربوا لوين حتوصلوا، باعتبار أن احنا الآن ملتهيين بالانتخابات الرئاسية، جربوا وكان تضع خطوط حمر تتبدى في بعض الأحيان بعرقلة هذه المبادرة من خلال بعض العقوبات التي فرضتها، ولكن أعطوهم ضوء أخضر ومشوا. كان في إرادة دولية إلى حد ما بحل بعض الملفات أو انتظار أنه ماذا ستسفر عنه المبادرة الفرنسية، ولكن الذي عطل بشكل كبير هم الداخل في لبنان، هي السلطة السياسية، وأيضا الطرف الأقوى في لبنان المتمثل بحزب الله الذي هو مرآة لإيران في لبنان، والذي كان هو لا يريد، أنا برأيي لا يريد الآن حكومة، هو يعني ينظر إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعلى ضوء هذه النتيجة هذه الانتخابات سيكون يعني تحركه السياسي أو سلوكه السياسي في لبنان. السيناريوهات المطروحة الآن بين تبشير ميشيل عون اللبنانيين بالذهاب إلى جهنم وبين خيارات أخرى، أستاذ علاء دعني أقول لك، نحن حقيقة يعني في لبنان واهن من يظن بأننا يعني لسنا في حالة انهيار. نحن الآن ننتظر فقط إعلان الانهيار، ولكن نحن منهارون بشكل كبير جدا. نحن لو تتبعنا يوميات المواطن اللبناني لرأينا أنه فعلا الاقتصاد اللبناني الآن هو اقتصاد عاجز بالكلية. نحن نملك الآن يعني رصيد قليل جدا في البنك المركزي، ليس هناك مدخول للبنان، لأنه ليس هناك تحويل أموال من الخارج، لا أحد يثق في لبنان، لا أحد يستثمر في لبنان، ليس هناك مدخول. فإذا صفر عندي مدخول، عندي في المقابل النفقات، عندي دعم لبعض المواد الغذائية والحياتية التي الآن أملك رصيد قليل في البنك، عندما تنتهي هذه سنرفع حتى الدعم عن هذه المستهلكات. فبالتالي نحن ذاهبون لأيام صعبة جدا. اللبنانيون لا يملكون طرف الوقت، ولكن في المقابل السلطة السياسية حتى الآن تراوغ وتحاول أن تماطل في انتظار ما ستتمخض عنه الانتخابات الأمريكية. ودعني أن أقول لك الانتخابات الأمريكية ستجري في 23 الثاني، ولكن لا يعني أن يعني الامور ستستتب في هذا يعني التاريخ. هناك فتره زمنيه حتى يتم اعلان الانتخابات الامريكيه، حتى يتم تسليم السلطه الجديده اذا كان هناك في تغيير، او اذا لم يكن هناك تغيير حتى يعني تنطلق السياسه الخارجيه الامريكيه بعد هذه الانتخابات. فبالتالي هل يملك اللبنانيون طرف انتظار كل هذا الوقت؟ انا برايي ان نعم، يعني كما قال الرئيس عون، هو بشر اللبنانيين للاسف، يعني وهذه سابقه في الحياه السياسيه ان يذهب رئيس جمهوريه ويبشر مواطنيه بالذهاب الى جهنم.
وبجهنم يعني يعني حقيقة هذه فعلا يعني يجب أن تخلد في. لكن هناك الآن مهلة فرنسية كما فهمنا، هل سيتم تكليف شخص آخر غير مصطفى أديب أم ماذا؟ أستاذ على المهلة الفرنسية 6 أسابيع هي أنا برأيي مرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. أدرك الفرنسيون أن كل الأطراف الفاعلة في لبنان تنتظر هذه الانتخابات، فبالتالي هم أعطوا هذه المهلة حتى تنتهي هذه الانتخابات. فيعني هذا موضوع الفرنسي وهذه المهلة الفرنسية. هل قضية يعني تشكيك أو عفوا قضية الذهاب إلى استشارات نيابية ملزمة يدعو إليها رئيس الجمهورية ثم تكليف شخص، أنا برأيي أنه ممكن تحصل يعني من ناحية الدستورية هي واردة، ولكن لن يكون هناك تشكيل لحكومة إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. مطول القصة يعني. طبعا مطول، وهذا ما يعني أعيد أقوله إنه الطبقة السياسية تحاول أن تماطل وتشتري الوقت من أجل أن ترى أو يعني ترى أين ستذهب يعني نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في وقت أن المواطن اللبناني يحتاج إلى كل دقيقة. ربما الإصلاحات إذا سألتني متى يجب أن تبدأ منذ 5 أشهر أو 6 أشهر إلى الوراء، ولكن هذا ما لم يحصل، وحتى الآن ما زالت السلطة السياسية مصرة على موقفها، وخصوصا ما يتحكم بالسياسة بلبنان وعاني به حزب الله الذي يطبق على كل مفاصل الحكم في لبنان، ما زال حتى الآن ينظر إلى لبنان. وأنا قلتها مرارا وأعيد أكررها، حزب الله ميزته كحزب أنه غير كل الأحزاب الموجودة في العالم. كل الأحزاب تنظر إلى السياسة الحالية أو السياسة المحلية أو سياسة البلد وتنطلق من خلالها إلى السياسة الإقليمية ثم الدولية، إلا حزب الله يدخل إلى لبنان أو السياسة اللبنانية من خلال الباب الدولي وخصوصا من خلال المشروع الاستراتيجي الإيراني في المنطقة. حسان دياب باق مع حكومة تصريف الأعمال؟ حسان دياب طالما أن هناك تصريف أعمال سيبقى. والدولار والليرة اللبنانية؟ إلى انهيار. نحن رأينا بعد اعتذار الرئيس مصطفى أديب في ظرف ساعات ارتفع الدولار اللبناني بقرابة 1000 ليرة. يعني هذا يبشر هناك يعني هناك بعض الاقتصاديين يعني كتبوا تحليلات وتوقعوا ان الدولار ربما من الان حتى شهر او شهر ونص سيصل الى 20000 ليره لبنانيه، وهنا الكارثه الكبرى. يعني المواطن اللبناني الان لا يستطيع الاكل والشرب بشكل جيد، ماذا سيحصل بعد ذلك؟ طيب هناك من طرح موضوعا انه لقطع الطريق على اي سيناريو جهنمي بحسب ميشيل عون لابد من اخذ زمام المبادره من قبل الشارع من جديد، واعتذار مصطفى أديب فرصة لتجديد ثورة تشرين. أنا برأيي أستاذ علاء أنه نعم الشارع يستطيع أن يضغط، ولكن حتى الآن فشل الشارع. لنكن واضحين، أنا خرجت من خضم هذه الثورة وأنا أؤيد هذه الثورة بكل أبجدياتها. 17 تشرين الأول 2019 هي ثورة كل إنسان يعني حر في هذا البلد، لأن كل إنسان عاقل يدرك أن هذه السلطة السياسية كانت تحتل البلد، كانت تصادر إمكانيات البلد. أنا مع هذه الثورة، ولكن أنا دعني أقول لك الثورة فشلت حتى الآن، على الأقل في موجتها الأولى تم احتوائها لعدة أسباب. ربما لا نملك الآن يعني الوقت للكلام عنها، ولكن هناك أسباب لفشل هذه. أهم هذه الأسباب أن هذه الثورة لم تستطع أن تبلور قيادة تستطيع أن يعني تنقلها من حالة الاعتراض، من حالة يعني الحراك الاعتراضي إلى حالة الحراك السياسي. تم اختراقها من قبل أحزاب السلطة، يعني فشلت عن أن تقدم بديل عن هذه السلطة، وبالتالي أيضا خسرت ثقة اللبنانيين، وبالتالي الآن الأعداد الموجودة في الشارع قليلة جدا نسبة إلى الأعداد التي خرجت من بيوتها في أول الثورة. لم تستطع أن تقوم بدور ضاغط على السلطة، دور ضاغط حقيقي تستطيع أن تقنع السلطة بضرورة التغيير. السلطة حتى الآن لم تشعر بخطر الثورة، ولم تشعر أنها يعني مضطرة إلى تقديم تنازلات، وهذا ما حصل حتى الآن، ولذلك الوضع صعب في لبنان. هل سيؤدي الجوع إلى انفجار الشارع من جديد؟ هذا رهن بما يعني ستأتي عليه الأيام القادمة، لأنه صراحة المشكلة أن كورونا انفجرت من جديد. أيضا قرآن هو تحدي كبير بالنسبة للشعب وتعاطي الدولة اللبنانية. صراحة الكلام الذي كانوا تتشدق به يعني السلطة السياسية مع بداية أزمة كورونا بأنهم قاموا بإجراءات يعني وكأنه عجز عنها الدول الكبرى، هذا الأمر بان فيما بعد أنه لم يكن صحيح. في لحظة يعني معينة انفجر كورونا في كل بلد. الآن كورونا متفشية بشكل كبير جدا، المستشفيات أعلنت عجزها بشكل شبه كامل عن استقبال حالات يعني في العناية الفائقة. ليس هناك على حتى ليس هناك إجراءات أمنية للحد من يعني أو لضمان تطبيق الإجراءات التي نصحت بها الإجراءات الطبية التي نصحت بها يعني وزارة الصحة. لكن هذه الأجواء الكورونية إذا بدك ستمنع أي حراك في الشارع على مستوى واسع. أستاذ علاء أنا أيضا قلتها قبل الآن وأعيدها،
الآن بين الإنسان الذي مظنون يعني بالنسبة له الموت من كورونا مظنون وبين حتمية موته وأولاده من الجوع، هذا لن يبالي بكورونا، سيخرج إلى الشارع مهما كان الثمن، لأنه عندما يرى أولاده يأنون من الجوع أمامه ويموتون بشكل مطيء ولا يستطيع أن يقدم لهم أي شيء، هذا الإنسان لن يهتم لا بكورونا ولا بغير كورونا، سيخرج إلى الشارع. أنا لا أدري حقيقة متى يغضب الشعب اللبناني ومتى سيخرج الشعب اللبناني بهذه، ولكن أنا أعرف في تحميل لفريق معين بحد ذاته مسؤولية ما آلت إليه الأمور ابتداء خلال موضوع وزارة المالية والتمسك بأن يكون شيعيا وغير ذلك. أستاذ علاء، لا شك أن الطبقة السياسية كلها مسؤولة، ولكن نعم أنا برأيي أن وزارة المالية هي حجة، لأن على أساس أنه سعد الحريري تنازل، الفريق الذي يريد أو الذي يعني ثبت عند هذا الخيار أو تمسك بهذا الموضوع لا يريد تشكيل حكومة، والدليل كما تفضلت أن رئيس الحكومة تنازل وكان هناك طروحات أنه سموا شخصيات أو نسمي شخصية شيعية مستقلة على أن تبقى مع الطائف الشيعي، ولكن فقط لهذه الدورة حتى لا نكرس عرفا دستوريا، ولكن حتى مع هذا التنازل هم رفضوا، وبالتالي هذا يدلك على أن الموضوع أبعد من قضية وزارة مالية، هم لا يريدون تشكيل حكومة، على الأقل حزب الله لا يريد تشكيل حكومة الآن، هو بانتظار كما قلت لك هو والإيراني يريدون. وما فعله سعد الحريري في هذا الإطار بما يخص وزارة المالية والتنازل عنها؟ سعد الحريري كما قلت قبلها وأعيدها أيضا، سعد الحريري بطل العالم بالتنازلات، هو لم يبقي شيء للطائفة السنية ابتداء، ولم يبقي شيء أيضا لموقع رئاسة الوزراء، ولم يبقي شيء حتى للشعب اللبناني، الشعب اللبناني الذي كان يراهن على تغييرات، يعني في كل مرة هو يعني يحبط الناس الذين يتأملون به أي خير، درج على هذا الموضوع، وحتى يعني ما يسمى بنادي رؤساء الحكومات السابقين سواء الرئيس السنيورة أو الميقاطي أو سلام اعترضوا على هذه الخطوة، يعني انتقدوا بشكل يعني قوي جدا، وهذه أيضا فيها سلبية أنه الرئيس الحريري كان يعني يتصرف من خلال نادي رؤساء الحكومات السابقين، ولكنه انفرد بهذا السلوك. قبل 4 أشهر تقريبا كتبت مقالا تحدثت عن استخدام إيراني لورقة الإرهاب كما أسميتها لأسباب عديدة، ما جرى في الساعات الماضية والأيام الأخيرة في منطقة وادي خالد هل يأتي في هذا الإطار؟ طبعا أستاذ علاء، يعني حقيقة أنا كنت قد تنبأت إلى حد ما، ليس بشكل أن أعلم الغيب، لا أعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن بمتابعة النمط السلوك السياسي الإيراني والسياسي الأمني الإيراني في المنطقة تستطيع أن تتنبأ بهذا الموضوع، وهذا ما حصل الآن. يعني لماذا الآن تم اكتشاف هذه المجموعات بعد اعتذار أديب ويعني التبشير بدخول لبنان في ربما نفق من الاضطرابات الأمنية؟ لماذا اكتشاف هذه المجموعات الآن؟ هذه المجموعات من التي أتى بها؟ المكان الذي تم اكتشاف هذه المجموعات بها؟ نحن نعرف أستاذ علاء أنه تاريخيا عندما كنا نسأل السؤال أين تقع عكار، كان يقولون تقع في الجيش اللبناني. عكار هي بيئة حاضنة للجيش اللبناني، أغلب يعني نسبة أبناء عكار الذين هم متطوعون في الجيش اللبناني كبيرة جدا جدا جدا، والجيش اللبناني بالنسبة للذاكرة أو للوعي العكاري هو شيء مقدس، شبه مقدس. كيف استطاعت هذه المجموعات أن تأتي إلى عكار وتقيم في هذه المنطقة وتحصل على يعني ربما تسهيلات؟ نعم، وخاصة أستاذ على أن الإعلام كان يتكلم أن هذه المجموعات أتت من سوريا وأن هناك مجموعات لبنانية ومجموعات أتت من سوريا، وحتى المجموعات اللبنانية البعض كان يتكلم أنها قاتلت في سوريا وعادت إلى لبنان. طيب الحدود اللبنانية السورية في تلك المنطقة مسيطر عليها بالكامل من قبل النظام السوري، من قبل حزب الله، من الذي سهل مرور هذه المجموعات إلى قلب لبنان؟ شو هدف إيران من لعب هذه الورقة الآن؟ هناك كثير من الأهداف، أولا يعني هناك كثير من الأهداف، الكثير، لو أردنا أن نتكلم عنها ربما تحتاج إلى حلقة كاملة، ولكن أنا سأسردها بشكل سريع. الطبقة السياسية مأزومة بشكل غير مسبوق طبعا. الآن تخيل أستاذ علاء لو استفقنا، لو نمنا واستيقظنا على انتشار العناصر داعش في الشمال اللبناني بعد أن أتي بهم من يعني الآن هناك الآلاف من عناصر داعش تحت سيطرة إيران سواء في السجون السورية ولا السجون العراقية، لو تم استجلابهم ببساطة مكيفة على نمط ما حصل في جرود لبنان وأتوا بهم إلى الشمال اللبناني وتم أعطائهم أسلحة وانتشروا في الشمال اللبناني، نام الشعب اللبناني ثم استيقظ على انتشار هذا جرى في الموصل في العراق يعني؟ أيوه بنفس السيناريو، وأنا عندما كتبت هذا المقال قارنت بين ما حصل في عام 2014 في الموصل والأمر الأوامر التي أتت إلى القوات العراقية، 25 ألف مقاتل جندي عراقي مدجج بالسلاح انسحب أمام 250 مقاتل من داعش، 250 مقاتل، 25 ألف
أتت إليهم يعني أوامر بالانسحاب، وهذه كشفتها التحقيقات، وأحيل نوري المالكي وقتها إلى التحقيقات، ولكن يعني تدخل قاسم سليماني. هذا سيناريو خطير جدا هذا. طبعاً ممكن أن يتكرر في طرف في الشمال. نحن في سنة 2008 نمنا في شمال لبنان، واستيقظنا على انتشار عناصر فتح الإسلام في شمال لبنان، وأدت إلى معركة نهر البارد. الآن تخيل لو انتشرت هذه الآلاف هؤلاء من هذه العناصر في الشمال اللبناني، ما الذي سيحدث الآن؟ طبق أول شيء سيحصل أنه سيكون ليس هناك صوت يعني فوق صوت المعركة، الحرب على الإرهاب. نعم، الآن ضب الثورة على جنب، الآن نحن نقاتل الإرهاب. هذا أيضا سيتم استغلاله سياسيا وطائفيا لإخافة الناس الذين خرجوا إلى الشوارع. لا ننسى أن هذه الثورة تخطت كل الجدر الطائفية والمذهبية، هناك مسيحيون وهناك شيعة وهناك دروز وسنة. إخافة الأقليات من مشروع داعش، ماذا سيحدث؟ سيدفع هؤلاء الناس من الأقليات الذين خرجوا إلى الشارع مناصرين للثورة إلى إعادة تخندق خلف أمراء الحرب كضرورة طائفية لحمايتهم من هذا الخطر. لكن هذا سيناريو خطير. يعني لبنان هل يحتمل سيناريو الموصل؟ يبدو سيناريو بعيد هذا السيناريو. أنا لا أراه بعيدا، وما حصل في الأيام البلاد في فوضى عارمة. صح، وهذا ما يريده والكل سيخسر. نعم، حتى حلفاء إيران سيخسروا أيضا هنا. لا أبدا أبدا لن يخسروا. شوف ماذا حصل أستاذ علاء في سوريا. في سوريا أظن في 2016 كانت هناك إرادة أمريكية حقيقة لنزع بشار الأسد من السلطة. ما الذي حصل؟ أدى انتشار داعش بشكل كبير، وتم استخدام ورقة داعش. الأمريكي عدل عن خلع بشار الأسد وقال هناك أولوية الآن بمواجهة داعش، وهذا ما حصل. فلذلك الآن في لبنان تحاول إيران أن تلعب نفس اللعبة. الآن إذا انتشر داعش وواجه الجيش اللبناني، ويعني حزب الله ابتداء سيثبت نفسه كضرورة في المنطقة لمواجهة هذه القوى، سيقول أنا سأواجه هذه القوى مع الجيش اللبناني كما واجهتها في جرود كتفا إلى كتف مع الجيش اللبناني. لأنه حقيقة أستاذ علاء نحكي الأمور كما هي، إذا تم انتشار لعناصر داعش بكثرة في الشمال اللبناني، أنا أظن أن الجيش اللبناني غير قادر على مواجهة هذه المجموعات. يعني الجيش اللبناني نمط تدريبه لا يستطيع مواجهة هذه المجموعات التي يعني تستخدم هذا التكتيك من حرب العصابات، وهي متمرسة في القتال. قاتلت الأمريكي وقاتلت الحرس الثوري وقاتلت حزب الله وقاتلت النظام السوري. فبالتالي الجيش اللبناني سيجد نفسه وحيدا في مواجهة قوة يعني غير قوة. فبالتالي ربما يعني يضطر إلى الاستعانة بحزب الله مثلا في لبنان، أو يعرض حزب الله أن يتدخل يعني يدخل لمواجهة هذه القوة. هنا حزب الله سيحاول أن يعرض نفسه أمام المجتمع الدولي على أنه ضرورة في لبنان لمواجهة هذا الفكر السني التكفيري الإرهابي. فبالتالي هذا هو يظن أن هذا الموضوع سيعود تعويمه من جديد في الساحة اللبنانية. أنا أظن المجتمع الدولي الآن بات يعني واعيا لهذا السيناريو أو هذه التمثيلية الإيرانية، وأسأل الله أن يعني لا يعني ينجحوا في تطبيقها، لأنه هذا سيكون له يعني نتائج كارثية على لبنان. ناهيك عن أيضا تكملة للأهداف. التلويح بهذا السيناريو يمكن يؤدي إلى فعل معاكس، تسوية واتفاق على إعادة سعد الحريري مثلا رئيسا للحكومة. أنا لا أظن الآن إلى أنه حتى الآن ليس هناك تسوية. شوف، مجيء سعد الحريري إلى لبنان مرتبط بعدة عوامل، منها قبول السعودي بعودته. حتى الآن سعد الحريري يقرأ أن السعودي لا يريده، وبالتالي هو يعزف عن هذا الموضوع. سعد الحريري عندما يقول لا أريد أن أكون في هذا المنصب، لأنه يدرك أن السعودي حتى الآن لا يريده، وهو لا يريد أن يعود إلى رئاسة الحكومة بغير رضا السعودي. فبالتالي حتى الآن ليس هناك يعني تسوية واضحة في المنطقة. فبالتالي الأمور يعني حتى الآن غامضة. إلى أين سنذهب لا ندري. وأنا أظن أنه سعد الحريري يعني حتى السعودية إذا كانت تريد أن تأتي بسعد الحريري ليس الآن، بعد التسوية. ماذا عن عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية؟ ستأتي. يعني الأمريكيون قالوا أنه الآن يعني قريبا من هنا إلى أسبوع أو أسابيع سيكون هناك أيضا يعني عقوبات على يعني من تتهمهم يعني أمريكا بأنهم ضالعون في تفجير. تغريدة واحدة نختم بها لقاءنا معك دكتور محمد، هذا اللقاء المطول في موضوعين، سنؤجل الحديث عن مصر إلى حلقة أخرى. مشاهدين الكرام، نأخذ هذه التغريدة مع دكتور محمد ونختم حلقتنا، وهي لنور غبارة. ماذا يقول فيها؟ ماكرون: حزب الله هو من يقرر كل شيء في لبنان، أمل وحزب الله قررا ألا يجب أن يتغير شيء في لبنان، وفهمت أن حزب الله لا يحترم الوعد الذي قطعه أمامي، والفشل هو فشلهم ولا أتحمل مسؤوليته. الخلاصة: لا حكومة في لبنان قبل حل الصراع الأمريكي الإيراني. نعم، هذا يعني ما قلت لك، انه بالنسبه للقضيه في لبنان هي مرتبطه بالصراع الايراني الامريكي، وبالتالي المبادره الفرنسيه كانت يعني نوع من تقطيع الوقت، وكان يعني الكل يدرك على انه لا تستطيع ان تحل الخلاف في لبنان او المشكله الكبرى في لبنان. الكل ينتظر الى ما بعد الانتخابات الامريكيه. واضح انه في تصعيد حتى في الساحه العراقيه.
بين الأمريكيين. نعم صحيح صحيح صحيح، هناك اعتداء بشكل مباشر او بشكل يعني هناك عمليات بشكل دائم على السفارة الأمريكية، حتى يعني كان هناك كلام عن يعني ربما نية أمريكية لسحب القوات الأمريكية من العراق، ولكن هناك كلام آخر على انه لا، تم تأجيل هذا الموضوع وتم تقرير ابقاء اكثر من 3000 جندي أمريكي لمواجهة نفوذ إيران في أمريكا. ولا ندري ما الذي سيقدم عليه ترامب كورقة انتخابية أخيرة في الشهر الأخير الآن من ولايته. هناك كثير من التنبؤات، والبعض يقول أن ربما إذا كان هناك ضربة إسرائيلية موسعة على لبنان وعلى حزب الله، قد تكون الوقت الأنسب لها الشهر القادم. هذا يعني جملة ختمت بها. نعم. تريد نقاشا آخر وحلقة أخرى على صحيح. كل حال الحديث تتم. شكرا جزيلا لوجودك معنا الأكاديمي والباحث السياسي اللبناني دكتور محمد المصري، شرفتنا في استديو التاسع. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.